احكي لي على التجربه الاولى يا نور مع احمد السقا. اول يوم كان رعب رعب طبعا، انا ازاي همثل واتكلم ومش عارفه اتحرك، حاسه نفسي زي الاله كده مش عارفه اعمل ايه. طبعا هم كانوا كلهم يعني معايا يعني لطاف جدا، احمد السقا طبعا وشريف منير والعدل جروب والمخرج سعيد حامد، كلهم كانوا بصراحه كويسين جدا، ما حدش ضايقني، بالعكس قعدوا يسهلوا المواضيع لغايه يعني اول 3 4 ايام ما فكيت شويه. بس قعدت فتره كمان كنت اقعد مثلا في اللوكيشن كله يتكلم انا ولا كلمه. معروف عني اول سنتين 3 في مصر اللي يعرفوني وقتها انت ما كنتش بتتكلمي. ما كنتش عارف اتكلم، يعني احس بتتكلموا بسرعه المصري انا مش عارفه افهم، مش عارفه يعني اجاري النكت والعارفه يعني الحس المصري ده ما كنتش اعرف يعني اجاريه خالص. بس انت هاديه في طبعك ولا ايه؟ هاديه برضو. انا هاديه بس كمان ما كنتش فاهمه قوي يعني كمان ده على ده. بس بعدين طبعا كله مشي وكانت تجربه حلوه قوي. شرطه فنيه لما اتعرض بقى الفيلم ده، اتعرض هنا وفي بيروت كمان. اولا في مصر الفيلم ده مش بس نجح نجاح كبير جدا، وكان فتحه خير على كل اللي اشتغلوا فيه. كان في حاجه كده ساطعه في الفيلم ده، الجيل اللي عاش يوم عرض الفيلم ده فاهم او مقدر انا بقول ايه. كان في حاجه جديده وحلوه وحدث، والفيلم كسب والناس حبته، وطبعا كل اللي اشتغلوا فيه حسوا ان وشهم حلو على بعض. ده حقيقي. انت بقى فجاه في لبنان بقيتي نجمه النجوم يعني. بصي في لبنان الاول ما كانوش يعرفوني بصراحه، انا تعرفت في مصر الاول لانه السينما في مصر بتابعوها اكتر من لبنان، دايما الفيلم بينزل في مصر وبعديها بشويه في لبنان يعني مش على طول. بس انا فاكره اول يوم العرض الخاص لما كان في مصر. طبعا انا اوكي الفيلم نزل يعني تمام اوكي، كنت انا ودكتور محمد العدل داخلين السينما مع بعض. انا دخلت وضلمت كده وابتدوا ينزل الاعلان العدل جروب، قلبي ده يعني كان مش عارفه جايب فين من كتر الخوف. لا اترعبت، حسيت قد ايه الموضوع جد، لا ده شغل، ده مش حاجه سهله، ده يعني شويه ما كنتش مقدره قوي انا وصل فين او الفيلم يعني ازاي الناس هتروح تشوف. خفت اترعبت. كنت بقى اتخرجتي لما جيتي تعملي الفيلم ده؟ كانت سنه التخرج بتاعتي.